مشروع اليون هابيتات بجنوب لبنان اجى نتيجة حرب تموز 2006، وهو حقيقة بيهدف لمساعدة الناس بعملية إعادة الأعمار وتحسينها. المشروع حقيقة ممول من الحكومة الهولندية والحكومة القبرصية والحكومة الفنلندية، وبيشتغل ب 21 قرية ضمن 3 اتحادات بلديات بصور جبل عامل وبنت جبال. المشروع حقيقة حاليا عم يهدف بالانتقال من مرحلة ما بعد الحرب إلى مرحلة تنمية المناطق، وهذا الشيء عم بيصير بمساعدة البلديات بعملية التخطيط للتخطيط البلدي السليم. المشروع حاليا عم يشتغل على عدة نشاطات. واحدة من النشاطات اللي أنجزت خلال 2008 هي إنجاز 21 مشروع ضمن 21 بلدي. مشاريع كانت قيمتها $10,000 للمشروع الواحد، وتنوعت ما بين مشاريع زراعية ومشاريع بنى تحتية صغيرة ومشاريع ترفيهية ضمن الضيع والبلدات. أهمية المشروع هو المساعدة في تجميع المياه الشتوية بهالبركة للاستفادة لاحقا فيها خلال الصيف أو في المناطق الحارة، خصوصا أن منطقة بنت جبال هي منطقة فقيرة بالمياه، لا سيما المياه الخدمات بشكل عام. فرح وروح تعاون بين المجتمع الأهلي وبين الجمعيات الداعمة وبين المؤسسات الرسمية اللي هي مثل البلدية. الأرض كانت بور نهائيا من كذا سنة مش مزروعة، ما حدا عم يستغلها، فاليوم استصلحنا مساحة 5 كيلومات أو 6 كيلومات أو 4 كيلومات الذي هن موجودين قدامنا، بنزرع فيهن 25,000 نبتة زعتر، تجهزت الشبكة. هلأ قاعدين هون وهيك ما فيني أعيشوا مثلاً بدون البركة، يعني بدون لأن زراعة خاصة زراعة التبت يعني.
بتشكر الشباب كل الشباب اللي شاركوا بيوم البيئة أو يوم التنظيف إن شاء الله على اليوم نحن واليوم هبطت بملعب الميني فوتبول منكرس العمل مشترك بين بلدية أبريخة واليوم هبطت. عندنا شباب يعني 20-30 شاب بيلعبوا على الطبيعة كل يوم بيجوا على البلدية بيعرضوا طلب وبنا ملعب. أنا اسمي أسم شاب من بالعشرة بحب يكون عندنا جناينة. إحنا بنضل بالبيت هيك بنزهق بالبيت بنجي على الحديقة بنتسلى وبنلعب. كمان لازم نحافظ على النظافة يعني الشيء اللي مش لازم ننساه. عشان النظافة أكيد تأخذ دور مهم بجذب الناس. قربت هذا المشروع كتير مهم يعني أول شيء بتحفظ الأطفال في المصري مش عارصي بتحفظ النصب اللي مزروع على جنب الطريق. يعني بالنهاية شكرا للعبيتات وشكرا لكل العاملين بهالجمعية.